بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرى تحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه الحمد لله حجوين بزعباء القواعد الأربعة تن أربعة مسرتات زبل أستمهرو نوعو حزنا نسال ساقزي قريبنا لنا مالتيو اتي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم يلو جميرو كومو دماني اتي مؤلف عادة الناتو مجمريا كجمرن كلو دعا غيرو يجمريلنا كلا قزي دماني كاب دعا عدك نوع ليبلنا نرب سبحانه وتعالى كل منو إزلنا مو حادة نسبات دمهر دماني نتوم كمهارون كفلتون زدليو كلا قزي دعا قبر اللوم ننفسون دعا قبر إزي حادة كابتي فتوز خوني مالتيو. ولذلك اتي مؤلف انتايلو جميرو أسأل الله الكريم إلو جميرو رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة إلو نمنتاي تا كريم تبل صفة رب سبحانه وتعالى نع أمرتو تي أكرم شمنا رب سبحانه وتعالى لعل زخونة لقاس زخونة نعمان رب سفيح زخونة بقوين كل من كان كم زلنا بزع زا الكريم تبل قبل ليلة القدر أبتبول زخونة وين بأخت لمن كم زلوا ستنا عائشة رسول عليه الصلاة والسلام حبير ما كمون كبتم عبيتي سلف كابتم عبيتي صحاباوين توافك قبرون كلو الأعز الأكرم الكريم من دابولوين يلمونو خمزنبورو زخلو أبتي زحالفة تحستو قليزنا نيرنا مالتيو. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يلو عرش دماني تي زعابي مخلوق مخانو كومو دماني زعرش زي سفحات ناتو كندمنتاي مخانو حديث أبي ذر رئينا مالتيو كومو دماني إذا عرش ذي عبي بمخانو رب سبحانه وتعالى وين عظيم إلو سمي وإلنا كومو دماني ومن عظم العرش أنه أثقل المخلوقات وزنا تزخبد مخلوق انت رأيك هو العرش لما أخرجه مسلم عب حديث صحيح عب رواية مسلم له عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام نسبيتهم جويرية زئا كابتن مباركين زخنا أنستين رسول عليه الصلاة والسلام كابتن حانتئا حدقوان سجيدا فجري النبي عليه الصلاة والسلام رئوما كوفيلا ذكر دا قبرت قدي فما كاب قزاوات يوم دا حراي مسرفد النبي عليه الصلاة والسلام تملي سمالت يوم ثم رجع بعد أن أدحى وهي جالسة أبتا كوفيلا تاد سجدت الله أبا أخوينا ذكر الله تقبرني راه مالت يوم فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها كم تاز قدوف كخي ناسقدك كم أيل كساب حج كوفيل كلخي إلوما النبي عليه الصلاة والسلام قالت نعم وخمتاز قدفكم مني أبتا سلاتي مستقركو أبا كوفي لي ذكر الله قبرا لكو إلاتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك أربع كلمات بدحريقي أربعة كلمات أربعة قالات إليين ثلاث مرات زين أربعة قن سلسته قزي دقاقيمة إليين لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن السخي زملو رفدي زبالكيو ملو معلتي أذكارن إذا أنا زبالكوان تدمزن عني رنسني تاناتي مخبدت نيرا إلى ما النبي عليه الصلاة والسلام انت أين يا رسول الله زين حجيني بحقي كنفلت أنن كومو دماني أبتكبارا ودمان خنو علن ندلينا مالتيو بتحدد دماني بزعباني عرش إنا نزارب زلنا بزعبوز تملكت تحستوين اللوا مالتيو انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده لهم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته إلهم النبي عليه الصلاة والسلام نجير ما مالتين زين عبيتي مالت عبيد دعائي مالتيو نقهو
تبلو دعائي مالتي مخنياتو نقوه سلزبولوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد هذا الحديث نزح حديث زي أم الزكورون تايلم، فهذا يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان. إذا أنت يرد عنا يلوم عارش سني تزخبد مخانو يبرحلنا يبلو مالتيوم. إذن بخمزي دماني إذا مؤلف نزا كتاب زي أنشار حزل لنا حزواد له أسأل الله الكريم رب العرش العظيم له مالتيو. ومن أعظم أدعيته صلى الله عليه وسلم وهو دعاء الكرب. كابتي دعاء نبي رسول عليه الصلاة والسلام كابتي زعابي دعاء زقوروز نوبرو دعاء الكرب يحدث مستسقما مستسقما مستشقرا زبلو دعائي مالتيو. كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب أبجزت أنكر كنتات أبجزت شجر قون كله النبي عليه الصلاة والسلام بزد عزي يقبر نيرم تايب لنيرم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم ابن نيرم مالتهم. إذن رب العرش العظيم ورب العرش الكريم لهم النبي عليه الصلاة والسلام توسل يقبر نيرم مالتهم. إذن رب العرش العظيم رب العرش الكريم إذي كابتي أدعية عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام أبجزي كرب خون كله زبلو زنباري مالتيو رب العرش العظيم ورب العرش الكريم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريدا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات. شوف الزب زعباني الله سبحانه وتعالى يعني وناني نيت زعبي مخلوق وناني ناي كل مخلوقات زخنة أمود من وناني ناي عرش العظيم مخانو اعتراف كتقبر إن كله خان رب سبحانه وتعالى عبيك المخانو مالتيو. ولذلك قبل له النبي عليه الصلاة والسلام حد سب سنين تدا أنا حد حمام سب تدا أبتي حوا أمه إذا حميم دلوا سب رب العالمين موتوا أجلوا أنت العزيز كل واخوين سني إذا دعاء زي أنت العجير كله خوين كاسني بإذن الله يشفى كحوي له مالتيو. أنت أتبل تدعاء من دعا من عاد مريدا إلى من النبي عليه الصلاة والسلام نحدد حمام مسب زبصح لم يحضر أجله عمره زي أخل زخنة فقال عنده سبع مرات سعات زي كم زي أنت دعاء الكالو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أنت لألك هاي شوعات جزية سني إلا عفاه الله من ذلك المرض كابتزل له حمام رب سبحانه وتعالى يقول تطلو رب سبحانه وتعالى صحة وعافية يهبو إلهم. قال الحاكم في المستدرك فهذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بالمالتيو. إذن إذن مؤلف إذن تايلو أسأل الله الكريم رب العرش العظيم إلو إذي مقتبس كامن تايد وتوسده انت لألك من سورة التوبة فإن تولوا إلى رب سبحانه وتعالى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شوف يا أخي خابزي دوسه. وهذه الجمل التي استعارها المصنفون في الدعاء هو مأخوذ من الكتاب والسنة. مبزحتو جزيه مؤلف دعاء زقبرو كل نجرا زوست انت الاريخه كاب كتاب وسنه كابو يو دوسد مالتي رب العرش العظيم الكريم كبل كلوزي كل كامنتاي زوسدي مالتي كاب قرانن كاب سنان زتوسدي مالتي. ولذلك ابن كثير رحمه الله عليه بزعبا رب العرش العظيم انتيبل اي هو مالك كل شيء رب سبحانه وتعالى وناني ناي كل نجريو وخالقه لأن الرب يأتي بمعنى المالك والصاحب رب مالت وناني مالتيو فهو مالك كل شيء وخالقه كل نجرز خلقه رب سبحانه وتعالى كل نجرز وننه رب سبحانه وتعالى وخالقه بأنه رب العرش العظيم والعرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات لعل كل مخلوقات انت إذلو انت لعلك هو العرش مالتيو. إذن وجميع الخلائق من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما تحت العرش كل مخلوق تحت عرش يزلو مالتي مقهورون بقدرة الله تعالى وعلمه محيط بكل شيء. أما
أزي ونانئ من تلالك هو الله سبحانه وتعالى. إذن نثبت صفة العلو وكذلك لا ينافي معيته العامة والخاصة. الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، أزي يعني الله سبحانه وتعالى عالي فوق خلقه مخانو، إذا قلتنا نعم نلوم على تيو. لكن الله سبحانه وتعالى وإن كان فوق عرشه لكن كاب كل كاب مخلوقات ناتو دماني زحبوه مسترن دقيقن يلين مالتي، فهو على عرشه بائن من خلقه مستو استواء يليق بجلاله. ومع ذلك نقول علمه محيط بكل شيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كاب رب سبحانه وتعالى دماني زناسا زعبين دماني زحباء كاب ملكنا رب دماني دواتسي يلن مالتيو. وقدره نافذ على كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولذلك مبأري إذا دعاء زئا وإذا عرش زي عبيس لزخنة بزي عينة زي غير كا وانو مخانون رب سبحانه وتعالى اعتراف غير كان رب سبحانه وتعالى كتل من كلخا الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. ولذلك عن أبي الدرداء قال من قال حي إذا أصبح وإذا أمسى نقول مشت نكون كل سنة إلى من النبي عليه الصلاة والسلام أنت الآكم زيلوا إلهم أنت يكبل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنت لا شو عتك زي سنة إلا كفاه الله ما أهمه كل دشجر دتسقم دتسقبل كان زلوا سنة رب سبحانه وتعالى يا أخل الكهلم أنك اعترفت بأنه هو رب العرش العظيم مالتي. إذن إذا مؤلف انتايلو أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أن يتولاك في الدنيا والآخرة المراد أن يكون وليك رب سبحانه وتعالى سني ناتكا دقا في خايخون مالتي. ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه شرهما. ترى ولي ناتكا حلاو ناتكا ناصر ناتكا دماني رب سبحانه وتعالى ترى أخوين دماني كل شرور دماني تحلخا اللخا مالتي. والله تعالى نعم المولى ونعم النصير وهو تعالى ولي المؤمنين. فمن كان الله وليه فهو من المؤمنين. انت الان رب سبحانه وتعالى ناتكا ولي خوين ناتكا ناصر ناتكا حلاو خان تراغوينو ازي دليل انتاي مالتيو مؤمن مخان كمالتيو. وقال يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. إله أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ورب سبحانه وتعالى إذا تولاك رب سبحانه وتعالى نسو ناتكا حلاوي خان ناتكا ناصر النخون نعيخا كتل من دل كمالتي. ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره. ناتكا حلاوي خان دقافي خان عقازي خان تدا رب سبحانه وتعالى تدا أخوينو تدا زي قدي فكا رب سبحانه وتعالى بعليا اللق قايلو تدا بعلو كحلو كان رب سبحانه وتعالى ناصر ناتكان تدا أخوينو. إذن كل أمور ناتكا متيسر كوينو لو مالتي. إذن بأري يا رب تولني الكخت لمن ألكا مالتي أنت ولي في الدنيا والآخرة. وكفاه ما يهمه مغنياته ولينات كانت الأقوين رب سبحانه وتعالى كل دشقرك بعلو كعز والكائمة لتيو. بل رب سبحانه وتعالى ناتك حقازي خان ناتك ولين ناتك ناصرين انت الأقوين كل أجزك كل تقامات دماني كحلو وكائمة لتيو. ولذلك تم ملائكة خيترفو انت الأناتك ناصر ولين انت الأقوين أبجزي موت كان تايبلو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مخنياتون السخاء من قد رب سلزن بركة من قدنا رب سبحانه وتعالى حرائي الكات إزة سلزن بركة حجد ماني زو ملائكة ميتئوم يبشروا خامالتهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقولوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. رب سبحانه وتعالى نتم مؤمنين نتم أبقنا عنا زلو نتم صالحين نتم أولياناتو نسيد قافئهم نسيد ماني حلاويهم يخرجهم من الظلمات
إلى النور كنديت سلام يدل بب عينه تسلماتها له كابزو كله سلام أوتيو أبتاب برهان زخون تاب تقنعة من قدي رب سبحانه وتعالى يمرحم على تو والذين كفروا توم كحتجن توم بالليلهم عن كيتهم كم من قدي رب زوات ولكن والذين كفروا أولياءهم الطاغوت ناتاتهم حجستهم دقفتهم من يمزخون مالتهم تاقو تواقيتهم مالتهم انت ام كزم تواقيت انت رأيلك نبي ام كخمرحوه من ترأيلك يخرجونهم من النور إلى الظلمات كابت برهان كابت قنوع زخونه كابو أوتيهم نابت سلام زخونه دماني يحب يوسدوهم مالتهم. إذن قال الخطابي رحمه الله الولي مالت انتايو الناصر ينصر عباده المؤمنين نتوم باروت ناتو زحلوا من زعوتوا من زخنة مالتيو. ولذلك ربنا عز وجل تايلو ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ولي ناتاتهم حلو ناتاتهم دقا في ناتاتهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك انتايب ابن جرير رحمة الله عليه يعني جل ثناؤه الله ولي الذين آمنوا أي نصيرهم وذهيرهم مالتي حلاوي أمن دقافي أمني ويتولاهم بعونه وتوفيقه رب سبحانه وتعالى دمان بتناتو دقفن بتناتو حاجزن دماني يحلوا مالتي. الله ولي الذين آمنوا في الدنيا والآخرة أبو الدنيا نبقى آخرة دماني نسو حاجزي أمن دقافي أمني يخون مالتي رب سبحانه وتعالى دماني أولا أوجدك أبزي كنتزي أبزي عالم زمتأكا هو الله سبحانه وتعالى وخلقه ثم بهدايته إلى طريق حق مستقيم أبتقنوع زخونة قبات زيبل زخونة كتئلو من قد جهناز وسد زخونة من قد زحبرة كاوين هو الله سبحانه وتعالى. إذن رب سبحانه وتعالى كل بيدو سلا زخونة تولني يا ربي لك نعيخات كتل من ذلك مالتي ثم يتولاه بأن يميته على الحق لأنه ليس كل من كان على الحق يموت عليه أصغى أبحق أنت هلا خاون كل أبحق زلوا أبحق إيز موت مالته يكونن كابت من قد خت اللي تخيل خا كتوت تخيل خا سلذي يا رب تولني اختبر الله كا أبزق نوع من قد زلوا خو أبو نخقت سلن أبو بي أبو نامج أرش سكاب نامج أرش هاي وتين خون حلوني كتب الله كا مالته. لذا مخنياته توفيق نهي رب سبحانه وتعالى إزد اللي مالته أنا بحق إيز اللي خمو أبز حق إيز خلاص أبو إيز هو تيز علفون أبوه هو مالت بويه دم ما مسرب بزر رخا من كتب الله يتخيل نخا إلا ولاية الله عز وجل دقفنا يا رب سبحانه وتعالى كتركب على كمالته. ولذلك ابن القيم من تايبل فقد أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه موفق زبهال سبسني رب وفيق ويزبهال رب سبحانه وتعالى نام نفسه زي قدفه رب سبحانه وتعالى نام نفسه أنت أقدي فك زي دحنتي بالكان مالتي توفيق دبهال انتي مالتي رب سبحانه وتعالى بعلوك حق زكا ان كله مالتي مبري انت رب سبحانه وتعالى انت أقدي فك نام نفسه أنت أمامين كادماني النفس إذا نفس خازية بعلى أمارة بسوء سمعتها له كحتى نفس له كم من قد خطوت تخيل خمالتي. ولذلك إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والإنسان إنه كان ظلوما جهولا نفس خاون بعل خاون نام نفس خان ترى تماما كونك أولا أمارة بسوء جهولا لو نفسي كم دماني نفسي بعلا انت اتريلي مالتي كل غزي نبع عمزي اتمرحك مالتي. اذا كل غزي رب سبحانه وتعالى كحبره كان رب سبحانه وتعالى نبع قنع من قدك مرحك انت را خوينو نعيخه كتلمن دلك مالتي. اذا انت يلوت مؤلف اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره يلو وان يتولاك في الاخره بان يحفظه من الاهوال التي ترعب القلب والفزع الأكبر. رب سني أبو الدنيا يحلخا أبو أخيرا وين بتناتو رب وين يحلخا خبهان كله أبو الدنيا كابتن ظلمات كابتن أي طفعات كابتن أي نايزي كنوع من قدي أبتقو نوع من قدي ربي يحلخا ربي مرحكا مالتيو كومو دماني أبي يوم القيامة دماني الفزع الأكبر سبات دي شقور اللون سبات دي تسابو بولون جزي دماني أبزي دماني رب سبحانه وتعالى ولايا يهبكا ودماني يحلخا خا زحازي إمالتيو إن شاء الله تحسته نايزة مرتزي أبتزق تسلك الرئينا ونسأل الله عز وجل التوفيق.
التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.